أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن كان مشهودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الفاتحة.